السلام عليكم، معكم حنان، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم إن شاء الله بإذن الله نحضر مجموعين الكيش بالدقيق الكامل بدون بيض، كيجي زوين بزاف، كيجي مقرمل يعني مقرمش، وغنعمروه بلادان اللي غادي نعملو له تشرميلة ديال تقريبا بحال الشرميلة ديال الحوت. وصفة زوينة بزاف بالإضافة للخضر، نحاولوا عاوتاني نضيفوا واحد كمية الخضر في الحشوة. يلا بلا ما نزيد نطول عليكم نمروا مباشرة للوصفة ديالنا ديال اليوم. لكن قبل ما نمروا للوصفة ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش اللي مازال ما اشتركش معنا في القناة يشترك ويفعل الجرس باش توصلوا بكل جديد. فيديو اليوم غادي يكون او لا فيديو اليوم سوف يكون بالتعاون مع قناة سبع بهارات او 7 spices. هي قناة لأختي أميرة من اليمن، مقيمة بكاليفورنيا، بتقدم في قناتها وصفات عربية يمنية عالمية، وصفات أكثر من رائعة. نتمنى أنكم تزوروا قناتها وتشتركوا فيها، عندها وصفات رائعة بتقديم رائع مميز، تبارك الله عليك أميرة. اليوم إن شاء الله غنقدمه أنا وأميرة، هي غادي تقدم لكم وصفة البسبوسة. كيف كتشوفوا هي الصور ديالها كيطلعوا أمامكم، وصفة أكثر من رائعة وباينة تبارك الله لذيذة ما شاء الله عليك أميرة، تبارك الله عليك. إذا ما ترددوش من بعد ما تشاهدوا الوصفة ديالي ديال اليوم أنكم تمشيوا تشاهدوا الوصفة ديال البسبوسة ديال أميرة، وما تنسوش تشتركوا في قناتها وتفعلوا الجرس. يلا بلا ما نزيد نطول عليكم نمروا مباشرة للوصفة ديالنا ديال اليوم. بالنسبة للوصفة ديالنا، أول حاجة غنحضروها مجموعين، غنحضروا مجموعين الحشوة باش نخليوها تبرد، عاد من بعد نمروا نحضروا العجين ديالنا. دونك بالنسبة للحشوة، خديت الطحانة أو الفود بروسيسور وعملت فيها القليل من القزبر المعدنوس، يعني القزبرة والبقدونس، بيرسلي اند الكوريندر، وعملت فيها القليل من الثوم تقريبا واحد الحبة او الحبة ونصف، يعني يكونوا صغارين شوية ديال الثوم. وعملت فيها وكذلك القليل من الحامض المصير، احنا كنقول الحامض المصير او الحامض المرقد في الملح او الحامض المصبر بالعربية كنظن. صافي وطحنتهم مزيان، من بعد ما طحنتهم وضعتهم في واحد الاناء الزجاجي كيف كتشوفوا معايا، وضعت معهم القليل من العصير ديال الحامض ديال الليمون الحامض. هذاك الحامض انا كنحتفظ به في المجمد بهذاك الشكل اللي كتشوفوه، يعني كنوضعوه في القوالب ديال المجمد ومن بعد كنحيدو وكنحتفظ به هكذا. صافي كيف كتلاحظوا معايا، من بعد ما طحنت هذيك الربيع مع الثومه مع الحامض المصير، ضفت لهم تقريبا ربع ملعقه صغيره من الخرقوم او الكركم، ربع ملعقه صغيره ايضا من البابريكا او التحميره، وربع ملعقه صغيره ايضا من الحار او الفلفل الحار التشيلي باودر. هادشي اللي ضفت لهم وخلطتهم مزيان كيف كتشوفوا معايا. ضفت القليل من الملح، ما تكتروش بزاف، وبالاضافه للعصير اللي كيكون عندنا في هذاك الحامض المصير، يعني داك الحامض المصبر كيكون معاه واحد العصير تيكون مالح، فلهذا قلت لكم ما تعملوش كميه كبيره من الملح. صافي كيف كتشوفوا معايا، هذا خالتي هو اللي صايبته، ماشي انا اللي صايبته، خالتي اللي صايبته وصيفطاتو لي رسلاتو لي. صافي كيف كتلاحظوا معايا، من بعد خلطت العناصر مزيان وحاولت ضغطت على هذوك الليمون الحامض اللي عندي مجمد، حاولت ضغطت عليه باليدين ديالي باش يتفتت، غير كيسخن هو واحد شويه كيتفتت بسهوله. صافي ومن بعد حاولت خلطته مع التشرميله اللي عندي تما. من بعد خديت واحد الكميه ديال لاداند تقريبا ما عقلتش واش 200 أو 250 غرام، المهم الكمية اللي عندكم ما تكونش قل من 200. وقطعتها لقطع صغيرة لأن بغيت نعمر بها هاد الكيش، فقطعتها لقطع صغيرة
وعملتها في هذيك التشرميله اللي كتشوفوا معايا. هي من الاحسن ملي تشرملوها خليوها واحد المده لا باس بها. انا كنت مزروبه ما خليتهاش مده طويله، لكن من الاحسن نتوما خليوها. صافي كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما شرملتها خديت واحد المقله ووضعت فيها الخضر اللي عندي. عندي امامكم كيف كتشوفوا معايا، عندي البصله، القليل من البصل، القليل من الكورجيت او القليل من البصل، القليل من القرع الاخضر، والقليل من الجزر اللي حكيتهم كاملين في الحكاكه تقريبا الرقيقه. صافي خديت المقله وضعت فيها القليل من الزيت، وضعت فيها البصل، قليت واحد شويه، من بعد ضفت لي الخضر، ومباشره من بعد ما ضفت الخضر ضفت لادانت، حركت الجميع وضعتهم فوق النار. العافيه تكون نوعا ما مرتفعه باش ما يهبطش الماء ديال الخضر، او الليلة بغيتوا تطبخوهم واحد شويه تقدروا تخليوا العافيه ضعيفه وتطبخوهم واحد شويه، لكن في الاخير خصكم تخلصوا من هذاك الماء، يعني تخليوا الاناء مهري هكذا وينشف من داك الماء اللي كيكون فيه. صافي انا غادي نمروا باش نخدموا مجموعين العجين ديالنا اللي بالدقيق الكامل، العجين ديال لي كيش. اذا بالنسبه للعجينه ديال لي كيش اللي غادي نخدموا مجموعين، خديت اناء وضعت فيه 120 غرام من دقيق القمح الكامل، هول ويت فلاور، يعني الدقيق ديال القمح اللي بالنخاله ديالو. ضفت ليه تقريبا 60 غرام ديال الزبده الباتر، وضفت ليه تقريبا 5 ديال الغرام ديال الشوغر ديال السكر. ضفت وكذلك نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات او البيكنج باودر، بالاضافه لنصف ملعقه صغيره من الملح. هادو هما المكونات اللي عندنا في 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 في, في, في الكيش ديالنا. خلطت العناصر كاملين في الاناء اللي عندي، ومن بعد استعنت بالفود بروسيسور باش اولا بالطحانه باش نطحن عندي هاد العناصر كاملين ويتجانسوا مع بعضهم بشكل جيد ونربح الوقت، يعني بلا ما نبقى فرك 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 بها هكذا بيدي، هكذا بالطحانه كنربحوا الوقت. صافي كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما طحنتهم مزيان وضعتهم في واحد الاناء وبديت كنضيف عليهم الحليب. بالنسبه للكميه ديال الحليب غادي نحتاجوا تقريبا 30 مللتر من الحليب. هاد الحليب تقريبا حاولت عبرته معكم، تقريبا عطاني 3 د المعالق كبار، هما جوج د المعالق كبار غادي يجمعوا لكم الخليط، لكن ضيفوا ليك المعلقه الثالثه، واذا جاتكم العجين شويه كتلصق ضيفوا ليها شويه ديال الطحين، ماشي اشكال. دونك 30 مليلتر ديال الحليب، تقريبا 3 ديال الملاعق كبار. صافي مباشره من بعد ما شكلتها حاولت خدمت بها مباشره وطلقتها ما بين جوج ديال لي بلاستيك ديال الاكياس الغذائيه اولا الكيس البلاستيكي، وحاولت طلقتها هكذا بالمدلك. من بعد شفت يعني الحجم ديال القطعه اللي بغيت نقطع، واستعنت بواحد الاطار دائري وقطعت به وحاولت ملأت هذوك القوالب اللي عندي. انا جوج عملتهم في هاد القوالب اللي عندي ديال لي كيش صغارين، وبغيت نوريكم طريقه اخرى، يعني حتى اللي ما عندوش هذوك القوالب ديال لي كيش الاغلبيه عنده القوالب ديال لي كاب كيك، فاغلبيه فينا كنحضروا لي كاب كيك. ففي هذوك القوالب ديال لي كاب كيك حاولت استعنت بهم وقطعت واحد الكميه من العجين كيف كتشوفوا معايا، وغلفت هذوك القوالب ديال الكيك ديال لي كاب كيك عفوا من الخلف، ووضعتهم في الفرن. لكن قبل ما نوضعهم في الفرن ما تنساوش انكم تقبوهم باش 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 يعني العجين ما تنتفخش معنا في الفرن وتشكل واحد القبه هكذا كبيره. فمن الاحسن اننا نتقبوهم مزيان باش نتخلصوا من اي هواء غادي يكون داخل ما بين العجين والطاوله اللي كيطيبوا فيها. صافي ودخلتهم الفرن على درجة الحرارة المتوسطة، يعني غير تصهدوا عندي وخداو واحد اللون شوية حمامر. شي وحدين فيهم كانوا رقاق عندي بزاف، في ساعة طابو كتر من الاخرين. يعني حاولوا السمك ديال العجين يكون عندكم قاد، انا كنت مزروبة ما خدمتش على السمك، يعني في ساعة. دونك بالنسبة للاباراي كيش اللي استعملت، عملت فيها تقريبا بيضة وحدة، عملت فيها ياغورت، هذاك اللي كتشوفوا معايا ماشي كريم فريش، فقط ياغورت الجريك ياغورت، وعملت الملحة وعملت الابزار. صافي هادو هما المكونات تقريبا اللي عملت، وبالإضافة لشوية ديال الجبن، ضفت حتى واحد شوية ديال الجبن في لاباراي ديالنا، الجبن الأحمر.
وخلطته مزيان. من بعد كيف كتشوفوا معايا هنايا هذوك القوالب الاخرين اللي كنت يعني شكلتهم في القوالب ديال الكيش، كنت دخلتهم للثلاجه واحد المده، المجمد واحد المده، عاد جبتهم وثقبتهم حتى هما يعني حددت فيهم واحد المجموعه ديال الثقوب، لكن هما ما طيبتهمش يعني بحال الاخرين طيبتهم نصف طيبه، هادو لا، هادو مباشره يعني غير جبتهم من المجمد، عملت فيهم ثقوب هكذا صغيرين وملأتهم مباشره بالخليط ديالنا او بالحشوه ديالنا. فكيف كتلاحظوا معايا انا هنا كنملأهم، من بعد فرغت فوق منهم هذيك لاباغاي ديالنا ديال الكيش، وعملت القليل من الجبن الاحمر المبشور او المحكوك في الوجه ديالهم. صافي. من بعد جبت هذاك الاخرين اللي دخلتهم طابو نصف طيبه كيف كتشوفوا معايا، هما تحمروا وجا الشكل ديالهم زوين بزاف، حتى الحجم ديالهم جاو زوينين صراحه، عجبني الحجم ديالهم يعني صغيورين حلوين. المهم كيف كتشوفوا معايا انا حاولت عمرتهم، من بعد حتى هما ملأتهم بال 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 بلاباغاي ديالنا، ومن بعد وضعت فوق منهم القليل من الجبن الاحمر المبشور ودخلتهم للفرن على درجه الحراره الضعيفه، يعني ما خاصش تكون العافيه مجهده بزاف لان غتحمر لكم العجين ولاباغاي والفرماج ما غاديش يتحمروا، فمن الاحسن عطيو ليهم درجه الحراره ضعيفه وخليوهم يعني بلمهل بلمهل، ما كيتحمر هذيك لاباغاي كتحمر والفرماج كيذوب وكيتحمر والعجين ما كيوقع لا حتى شي حاجه، كتبقى هي في اللون ديالها. فكيف كتشوفوا معايا هي الوصفه ديالنا، من بعد ما خرجناها من الفرن جات صراحه رائعه، زوينه بزاف لذيذه، ويعني داك العجين جا مقرمل جا مقرمش في الاكل ديالو، جا صراحه زوين بزاف. كيف كتشوفوا معايا راه محمر من يعني مزيان من الاسفل ومن الجوانب ديالو، فطيب مزيان. نتمنى الوصفة ديالنا ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم كما العادة. إلى عجبتكم الوصفة ديالنا ما تبخلوش عليا بلي لايك أو لا بلي جيم بالإعجاب، وما تبخلوش أنكم تخليوا لي تعليقاتكم. نتلقاو إن شاء الله مع فيديو القادم اللي غادي يكون إن شاء الله بإذن الله غادي يكون عصائر صحية بامتياز، كنوعدكم غادي يكونوا عصائر زوينين بزاف وصحيين. يلا بلا ما نزيد نطول عليكم، كنعرف كنغبر عليكم لكن ما عندي ما ندير، الوقت ما عنديش ما شاء الله. يلا تهلاو ليا في ريوسكم، نتلاقاو إن شاء الله مع وصفات أخرين. سلام الله عليكم.